انا شخصيا اتمنى كل التوفيق لواحد من نجوم كره القدم المصريه، النجم الكبير الكابتن احمد فتحي. 12 سنه من العطاء، 13 سنه من العطاء داخل النادي الاهلي، عمل فيهم او بذل فيهم مجهود كبير جدا جدا جدا، واعطى كل اللي جواه كلاعب للنادي الاهلي. فبنشكره على 12 13 سنه، وجمهور النادي الاهلي لن ينسى ال 12 13 سنه، وجمهور النادي الاهلي لن ينسى عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي. بس الموضوع اتقفل، احمد فتحي نتمنى له كل التوفيق في خطوته اللي جايه، وان شاء الله تبقى خطوه جيده بالنسبه له، سواء من الناحيه من كل النواحي، ان هو ان شاء الله يلعب ويبقى متواجد مع منتخب مصر زي ما الكلام اللي طالع. فاتمنى ان الموضوع ده يتقفل، الموضوع ده محدش هيتكلم فيه تاني، مش عايزين نقعد نتكلم في امور، صدقوني حضراتكم الامور هذه الامور ليست صحيحه.